محمد بالحبة العامري هو المتقدم والمنطلق. المركز الثاني شعار عيلان بن عبد الله المهيري حيث يقدم لنا ملامح في هذه الانطلاقة وهذا التواصل وهذا التحدي. المركز الثاني وصلت الآن بيان وأكيد عندها البيان التالي. هي بيان للدكتور سعيد بن سالم الشيخ تحت الآن المركز الثالث والمركز الرابع نسير إلى شعار بن حمودة. هي السمحة ومروان بن فري بن حمودة الظاهري يتقدم إلى المركز الثالث في هذه الانطلاقة وفي هذا التواصل أو المركز الرابع. بينما المركز الخامس وصلت الآن لمحة حارب بن خلفان بن سالم بن شاوي الغفلي. المركز الخامس إذن مشاهد الأعزاء الشاوي. بينما المركز السادس أبحاث لسعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي يتقدم ليقدم لنا أبحاث في هذا الملتقى. المركز السابع ننتقل إلى سابع المراكز وإلى الشاهينية سعيد بن سالم بن علي الدرعي يتواجد على المركز السابع. المركز الثامن هنا شعار غانم ذياب بن غانم بن حمودة الظاهري يقدم العنود في المركز الثامن. المركز التاسع وصلت الآن مستحيلة سعيد بن سيف بن لاحج الهاجري. والمركز العاشر وصلت ود محمد بن خميس بالصوب الاكتبي. هنا من وصلت واحتلت المركز العاشر. هذه النتيجة يا الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقة وتواصل في انطلاقة وتحدي في لقاء جميل. ولكن عودة إلى مقدمة الشوط عودة إلى الصدارة. لا زالت الصدارة الثلاثية تحمل لنا تحديات كبيرة وبالحب يقدم الخليجية على صدارة هذا الشوط. هي الخليجية حفلنا الكريم هي المتقدمة ويأتي السعيد بن محمد بالحب العامري يتقدم إلى المركز الأول حيث بالأمس سجل نقطتين في سن الحقائق. اليوم مع مشاركة في أشواط الانتاج المركز الثاني هذه اللي وصلت تقدمت ملامح والملكية لعيلان بن عبد الله المهيري يحتل الآن المركز الثاني. أما المركز الثالث بيان للدكتور سعيد بن سالم الشيخ يأتي ويقدم لنا بيان مع هذه الانطلاقة وهذا التواصل. أبحاث تصل للمركز الرابع أبحاث لسعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي يأتي مشاهدين الأعزاء في المركز الرابع. هذه النتيجة. المركز الخامس هناك شعار بن حمودة مروان بن فراي بن حمودة الظاهري في المركز الخامس. المركز السادس ود للسيد محمد بن خميس بالصوب الاكتبي. المركز السابع هنا وصل الدرعي الآن على المركز السابع سعيد بن سالم الدرعي يقدم الشاهينية في المركز السابع. المركز الثامن شعار بن حمودة هنا محمد بن غانم بن حمودة الظاهري. المركز التاسع هذه اللي وصلت ابسم عسى تبسم حياتك هو مبخوت بن حمد بالعود العامري. المركز العاشر وصل شعار بالدليوي يقدم نوادر سعيد بن سهيل بالدليوي على المركز العاشر. هذه النتيجة يا الحفل الكريم. هذه الخمسة أو العشر المراكز الأولى حتى هذه اللحظات في ترصد وفي تصيد لمستوى هذا الشوط. لكن عودة إلى البداية عودة إلى شعار بالحب والخليجية لا زالت مسيطرة على المركز الأول على ناموس الشوط سعيد بن محمد بالحب العامري. 1200 على خط النهاية المركز الأول. لكن شوف المركز الثاني ود محمد بن خميس بالصوب الاكتبي تحتل المركز الثاني. أبحاث في المركز الثالث سعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي. المركز الرابع الدرعي يقدم الشاهينية سعيد بن سالم الدرعي. في المركز الرابع المركز الخامس وصلت لون ثمينة سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري واصل إلى المركز الرابع الخامس. وهناك بن حمودة محمد بن غانم بن حمودة الظاهري. هذه النتيجة أيها الحفل الكريم. هذه النتيجة
له، ولكن عودة إلى الصراع، عودة إلى التحدي والمنافسة القوية. ما شاء الله، هناك سلطان بن مطر، سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري يقدم ثمين 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 ثمين، تحتل المركز الأول، لكن أبحاث تحاول، أبحاث تحاول تبحث عن الناموس، تبحث عن الناموس، تبحث عن نقطة في صباح هذا اليوم. سعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي، الله يهالي زاخر، أهالي زاخر، إلا أن المنصوري راح، الله يهالي الخزنة، أهل الخزنة، سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري، وهل الخزنة الآخر يطالبون، وهل الخزنة راحوا بالفوز والناموس، ونحن ذاهبون إلى الناموس. سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري، هنا لحظات الفوز، لحظات الناموس. ها هو سلطان بن محمد بن مرخان، ها هو مشاهد الأعزاء على المركز الأول، على ناموس هذا الشوط. سلام لأهل الخزنة، سلام سلام، هذه أبحاث في المركز الثاني. سعيد بن خليفة الضبيب الشامسي المركز الثالث، محمد بن غانم بن حمود الظاهري المركز الثالث، سعيد بن سالم الدري قدم الشاهينية المركز الخامس، هذه نشمية علي بن حمد بن مطوع الاكتبي. هكذا كانت النتيجة يا الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقات هذا الشوط، في انطلاقات هذا المستوى، أول أشواط الانتاج، حيث سلطان بن محمد بن مرخان المنصوري سجل حضور مع وجود ثمينة، تحتل المركز الأول في تصدر هذا الناموس بأربع سبع دقائق وتسعة وأربعين ثانية وجزء واحد من الثانية، سبع دقائق أربعين ثانية وجزء واحد من الثانية، تالين والناموس لسلطان بن محمد بن مرخان المنصوري. أسعد الله صباحك وسلام للخزنة، سلام. أبحاث قطعت مسافة سبع دقائق أربعين ثانية ثمانية أجزاء من الثانية، وسلام كذلك لالي زاخر، سعيد بن خليفة الضبيب الشامسي، تالين والناموس سلالة ناصي المختبر. بينما المركز الثالث، المركز الثالث هنا منوى لمحمد بن غانم بن حمود الظاهري، سبع دقائق 41 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.